مشاهدين مرحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج مذاق فلسطيني. في برنامجنا اليوم مذاق فلسطيني متواجدين في مدينة نابلس العريقة والمشتهرة بالكنافة النابلسية. اليوم موضوعنا رح نسلط الضوء فيه على الحلويات الفلسطينية وتحديدا الكنافة النابلسية. تابعونا. متواجدين بالمكان اللي بيتم فيه صناعة المرحلة الأولى بالحلويات اللي هي العجينة، تحديداً عجينة الكنافة بكل أنواعها. هاي طبعاً عجينة الكنافة اللي هي المبرومة والبرمل الحلبي والكنافة الاسطنبورية اللي هي خشنة طبعاً الفرد، وهلأ هاي هي عجينة الكنافة اللي بيقولوا لها النابلسية. طبعاً تنطحن على الماكينة هاي هون بالمرحلة الثانية يمكن ولا المرحلة الثانية؟ المرحلة الأولى بتيجي من هون طبعاً. بعدين على المرحلة الثانية؟ المرحلة الثانية اللي هي الخلاط، المرحلة الثالثة الطحن. قديش كل مرحلة بتاخد وقت؟ طبعاً هاي معدلها ساعة. ساعة؟ ساعة ساعة وإيش طبعاً. هاي فيش 10 دقائق ربع ساعة مجرد، والطحن فيش عنده 10 دقائق ربع ساعة برضه. صناعة عجينة الكنافة إلها طرق معينة لازم يكون اللي بيشتغلها محترف فيها؟ كان من أول فيش ماكينات طبعاً. بس هلا شغله اساسيه صارت وإلها طريقتها، لازم تبقى صح شاطر يعني اللي بيشتغل فيها. قديش صار لكم بهذه المهنه؟ صرنا يعني عن والدي الدكتوري فوق ال 60 سنه. قديش اختلف بين زمان وهلا بصناعه الكنافه يدوي على المكنات؟ كان صينيه زي هيك كانت تلتف على الايد طبعا، وطبعا برضه في شيء اسمه زي هاي المصفى جوزه برضه كانت على الايد. طبعا كانوا يلفوا عايد هون ولهم غاز عادي طبيعي تحتيهم. طبعا افرق بالوقت، افرق بالشغل جدا طبعا. كان الشوال مثلا يقعد 3-4 ساعات، هلا بيقعد ساعة ساعة وربع. مشاهدينا كمان مرة احنا متواجدين بالمكان اللي بتم فيه صناعة الكنافة بالمرحلة الأولية، مرحلة العجينة للكنافة بكل أنواعها. هون بالمرحلة الأولى مثل ما راح يخبرنا الأستاذ وجدي شو راح يعملوا هون. هلا هون طبعا خلطة العجين اللي هي عجينة الكنافة، طحين، مي، سكر، حليب. طبعا بتاخذ مجراها وقت اللي هو تلت ساعة. قديش الكمية بتحط؟ شوار طحين كامل. هلا اشوار الطحين باخذ مجرد ثلث ساعه لربع ساعه لثلث ساعه. طبعا قبل ما يجهز طبعا بتعبى زي ما انتم شايفين في سطوله هون، وبنتقل للمرحله الثانيه اللي هو المرش. اذا هون المرحله الثانيه برضه بصناعه العجينه. هلا العجينه بتطلع خيطان زي ما انتم شايفين خيطان. قديش بتقعد هون العجينه؟ هون العجينه بتقعد لها تقريبا ساعه. أنا شايف الماكينة قديمة شوي، قديش عمرها هاي الماكينة؟ إيه هاي الماكينة تقريباً 15 سنة. 15 سنة، مش قديمة كثير. لا مش قديمة، في كان برضه قبليها برضه حديثة. يعني طالع له 30 سنة تقريباً. لو سألتك إنه بين صناعات القديمة للكنافة اليدوي وخاصة في ناس كمان لحد الآن بيعملوها في البيت، هاي المرحلة صناعة الخيوط من العجينة، سهل ينعمل بالبيت؟ لا صعب بصراحة. هلا لما بيعملوها في البيت باخذوها العجينه خشنه هيك جاهزه، هم بطحنوها في البيت، بطحنوها بتصير عجينه ناعمه طبعا، عجينه كنافه نابلسيه. اما بيشتغلوها نفس العجينه بتسمى كنافه خشنه اسطنبوليه، وطبعا ام النارين برضه نفس الطريقه بتاعت العجينه الخشنه. يعني ما باخذوها، ما بتزبط معهم انهم يعملوها في البيت هيك، لانه خيطان ما بتطلع معهم الا ياخذوها وهن يكملوها. كان بيشتوها زي هيك. عندك الجبنة طبعا المجدولة، في عندك البرمل الحلبي، البرمل الشامية طبعا تنسحب شروحها زي هيك زي ما انت شايفة. هاي جاهزة هيك لللف.
هلا في عندك برضو العجينه اللي عجينه الكنافه النابلسيه بتنسحب زي ما انت شايفه بصدورها. انا شايفه اللي بتطلع للبور ما بتكون شكلها بشكل طولي شكل طولي خيطان هون، انه لونها اصفر بتحطوا عليها صبغه للكنافه. هاي للكنافه النابلسيه اللي هي المفروكه. العجينه المفروكه هون بنخلط العجينه اللي بدها تنطحن تتحول كنافه نابلسيه لكنافه العجينه المفروكه. هي نفس العجينه اللي شفناها؟ هاي المرحله الثالثه اللي كنافه النابلسيه. طبعا اقل من 5 دقائق ان شاء الله بتبقى جاهزه للطحن. نعم. بعدها هلا هي بلشنا المرحله الرابعه لطحن العجينه الكنافه النابلسيه. ايش بيميز الكنافه النابلسيه عن غيرها؟ هلا الكنافه النابلسيه المعروفه اللي هي الكنافه الناعمه بتيجي من العجينه المفروكه اللي هي بالمرحله الاخيره بالعجينه هاي اللي بتطلع. وخلص طلعت عليها الكنافه النابلسيه وانشهرت في مدينه نابلس. فاذا اخ وجدي هيك بتصير المرحله الاولى بالعجينه جاهزه لانواع كثيره من الكنافه او البرمه او غيرها. هلا هاي هي مرحله العجينه اللي بتعطيك الشغل، الكنافه النابلسيه، البرمه الحلبي، الكنافه المجدوله، شغلات كثيره بتتكون من العجينه الخشنه هاي اللي شاهدتوها معنا هلا. ما زلنا بهذه المرحلة، مرحلة صناعة العجين، وأيضا بالمرحلة الأخيرة بصناعة العجين رح نكون مع السيد أمجد تمام أيضا هون بهذا المحل حتى يكملنا عن الموضوع. طبعا هذه المرحلة الأخيرة بالعجينة في الكنافة النابلسية. هلا هيك جاهزة الكنافة تجهز هياتي زي ما أنت شايفتيها. هذه المرحلة النهائية، هلا بدها تروح هاي على شغل الكنافة. قديش صار لك بهذه المهنة؟ أنا لي 30 سنة. 30 سنة؟ أنا عمري هلا 43 سنة، كان عمري 13 سنة لما جيت عندنا. 13 سنة، بتحب الشغل هذا؟ طبعاً، لأنه هذا أخذناها عن الوالد. عم بتحاولوا تطوروا صناعة الحلويات هون في نابلس من خلال محلاتكم؟ طبعاً، إحنا بدينا بمحل صغير طبعاً في البلدة القديمة طبعاً في نابلس في بحارة الياسمينة طبعاً، صرنا نعمل كنافة في البوظة، نعمل بقلاوة بالشوكولاتة كمان. شو بدك من الحلويات بنطورها جديده طبعا بنطلع من عندها. هون بتكون انتهت المرحله العجينه كلها بهذا المكان، رح ننتقل على وين؟ هلا بدها تروح على مصنع الكنافه اللي تنعمل كنافه، هلا اللي هي الكنافه النابلسيه. اوكي، خلينا نروح اذا نشوف مع بعض. هلا بدنا نعمل الكنافه النابلسيه طبعا مثل ما انتم شفتوا كيف طلعت العجينه النهائيه. هلا بدها تصير كنافه. هلا تفضلوا تفرجوا كيف الكنافه بدها تنعمل. بتعملوها بالسمنه؟ السمنه النباتيه طبعا، هي السمنه. وهلا بنحط الصبغه اللي هي الحمراء اللي بتيجي الكنافه النابلسيه طبعا. هيك بيتغير لون السمنه؟ طبعا عشان تصير كنافه حمراء نابلسيه. هي طبعا بدون صبغه ازكى بتيجي، بس الناس ما بيعرفوش الا تعودوا على شكل معين على الكنافه الحمراء. الان ما بعد السمنه والصبغه بياخذ قسم من العجينه هاي؟ طبعا بحط على بعد الجبنه طبعا. هلا هلا هذه العجينه انفردت. هلا بعديها بنحط الجبنه اللي هلا بتشوفي كيف. الجبنه بتكون جاهزه ولا انتم يعني بتكون مالحه؟ احنا بنحليها. لازم تكون مالحه طبعا. هي المكبوسه نفسها اللي بتكون اللي بنكبسها عاده بالبيت بفصل الربيع؟ طبعا هي. لازم تكون مغليه طبعا بعدين تتحلى. هاي الجبنه البيضاء. نعم. محليه الكنافه خصوصا. اذا بالمرحله الثانيه بعد ما حطينا العجينه وفردناها حطينا الجبنه البيضاء اللي هي اصلا مالحه وصارت محليه. طبعا هاي اصلا مالحه بتكون بتصير حلوه. هلا بتنقلي بعديها بتشوفي كيف فاضي. الزبنة ما محطوط عليها ولا أي نوع من النكهات أو غيرها؟ لا زي ما هي مثل ما هي على طبيعتها طبعا. نحط طبعا كمية كافية. طبعا الزبنة لازم تكون طبقة معينة. لازم طبقة معينة وتسيك الجبنة كمان. بعد الزبنة شو بنعمل؟ هيك انتهينا من وضع الجبنة طبعا. هلا جاهزة للشوي.
هلا النار لازم تكون هون، لازم تكون الاناره طبعا هادي ولا عالي ولا وسط؟ لا عالي ولا واطي. وقديش بتقعد هون على النار؟ 10 دقائق. 10 دقائق بس على بس الكنافة. اكيد لكل واحد بمهنته في لمسات معينه بحب يضيفها على الشيء اللي بيشتغلها. يعني طبعاً. هون شايفين الشيف عم يعمل بشكل معين حتى يطلع بشكل جمالي كمان طبعا وحضاري. هلا ببين لما ينقلب الصدر بتشوف كثير حتكون شهي طبعا. هذه المرحله الاخيره بنرش لها شويه عجينه على الوجه مشان ما تلزق الكنافه بالصدر. هون بعد ما قليناها للكنافه ايوه بنرش شويه عجينه على الخفيف عشان ما تلزق بالصدر. عشان رح يتم قلبها بعدين. ايوه عشان نقلب الكنافه. طبعا هيك تحلى الكنافه جاهزه للبسطه. طبعا هلا بنزينها. طبعا هون الفكره انه نكتب اسم البرنامج مذاق فلسطيني على صدر الكنافه او طبق الكنافه. يمكن صعب شوي لكن واضحه. مذاق فلسطين او فلسطيني في النهايه كلها فلسطين. كمان تي في. هذه زينه طبعا اللوز على الخاطر. لوز محمص مقلي؟ هذا لوز محمص طبعا. مشاهدينا انتقلنا لقسم اخر ايضا بهذا المصنع، مصنع الحلويات الشاميه من هنا من نابلس، ورح نشوف انواع اخرى من الحلويات مع الاخ امجد. نرجع لك مره ثانيه. اهلا وسهلا ومئة مرحبا. طبعا هون انتقلنا على المنطقه هذه البرمه السوريه طبعا. الكنافه نعم. خلصنا منها. هلا البرمه السوريه. البرمه السوريه من شو بتتكون؟ بتختلف كثير عن الكنافه بالعجينه تحديدا؟ طبعا البرمه السوريه طبعا عجينتها خصوصي بيجي الخيط رفيع طبعا. وبتلتف يعني بطريقه زي كانها مجدوله مثلا او مجدوله. نعم طريقه فن يعني مش بطريقه عشوائيه على السريع تكون. نعم حياه البرمه السوريه اللي طبعا هي العجينه اللي شفتوها قبل شوي طبعا. نعم على المايقنا هي فردنا العجينه هيك. هلا بنفرد الفستق الهالبي. هون اكثر الشغل يدوي كمان. هذه طبعا يدوي ما بتزبط على مايقنات، لازم على الايد طبعا. فإذا بعد العجين بيتم وضع الفستق الحلبي. الفستق ايش محطوط عليه هون؟ شايفه انه لزج شوي. اوكي قطر. هذا بنحط عليه سكر طبعا اللي هو مسلح يكون سكر. اذا بنحط القطر على الفستق حتى يتماسك شوي عشان يتماسك ببعضيه وما ينحرقش كمان. تمام طبعا هيك تم لف برم لف البرمه طبعا. طبعا تتجدل شفتي كيف نزلها. تجهز هذه طبعا للقلي. طبعا للقلي بتجهز للقلي. قلي برضه بسمنه. بسمنه طبعا لازم تتغطس بالسمنه كامله طبعا. هيك هذه جاهزه المبرومه. هلا بتتركها عشان تنشف بحدود الخمس ست ساعات. بعدين بنقليها طبعا عشان تنشف ترتاح. هذه البرمه اللي بجبنه طبعا اللي هي الكنافه اللي بنقول لها المبرومه طبعا. زي ما انت شايفه هيك برضه مبرم فيها زي ما هدي. كمان قلي بتنقلها. هاي كمان قلي بتنقلها.
يعني اساسا انا شايفه اساس الكنافه وانواع كثير هون العجينه. العجينه طبعا هاي العجينه الرئيسيه، بتعمل عليها بجوز 15 شكل. نعمل منها الكنافه اللي بجبنها طبعا اللي هي البرمه، البرمه السوريه طبعا، في عندك اصابع بقولوها لبنانيه. طبعا هذه الكنافه المبرومه من زينب الفستق الحلبي الاخضر طبعا. هذه مثل ما قلنا هاي الكنافه المبرومه، هاي الكنافه المبرومه هلا هاي بدها تنزل للبيع طبعا. طبعا هذه قطايف لبنانية بالفستق الحلبي طبعا من نفس العجينة تاعت البرمة، هون أصابع لبناني برضه من نفس عجينة البرمة طبعا، هون قش البلبل طبعا بالفستق الحلبي بتيجي برضه من نفس عجينة البرمة. طبعا هذا بدنا ناخذه على الشوي هلا. طبعا مثل ما أنت شايفة طبعا بنزل هون هذا مع 10 ذرة بنزل بنقلة بتغطس بالسمنة، بتغطس بالسمنة طبعا إلى لمدة نص ساعة، بعدين بيطلع مشوي جاهز تمام، بتصفى من السمنة هيك. هذه البرمة السورية طبعا. طبعا هيات هذا الفطير اللي بجبنا اللي هو الكلاج بنقول عنه طبعا. في منه فطير بحليب، في عندك فطير بالجبنة طبعا. في ناس بقول عليه مطبق، في ناس بقول عنه، في ناس بقول مطبق، في ناس بقول كلاج. كلاج اللي فوق هاي شفاف الست؟ هذا بقول لها شفايف الست طبعا. في كمان خدود الست طبعا. بس مش موجودة هلا طبعا. هيك هي جاهزة، مسميات طبعا مختلفة وعديدة الحلويات. ايوه في اشكال كثيرة طبعا. هذا طلع من الفرن طبعا. طبعا هون عجينة الكلاج بدنا نرقها قدامي. هون مختلف العجينة شكلها عن العجينة الثانية طبعا، واكيد لها مقادير معينة. هذا عجينة بتيجي مقادير طبعا مش زي عجينة الكنافة طبعا وعجينة البرمة وهي. هاي زي عجينة الخبز تقريبا هيك شايفاها. بس بتيجي جامدة. بتيجي جامدة وبدون خميرة. وعندكم بتعملوها هون؟ هون طبعا بنعجنها. وقد ايه قبل بوقت بتكونوا عاملينها؟ هذه قبل بيوم لازم تنعمل. قبل بيوم. تبيت، بعدين ثاني يوم تنشغل. تنعجن قبل بيوم. طب اليوم العجين حتى اللي بيعملوه البيت للخبز يعني ممكن ماكسيمم ساعتين. هذا عشانه في معه خميره، هذا بدون خميره. بدون خميره. ايوه. هذا لازم. وهون كمان بتم رقها على المكنه. طبعا. هلا بنرقها قدامك بتشوفي كيف بتصير هلا. هلا بنحطوا كل 15 وحده فوق بعض طبعا. بنحطوا برتقوا مع بعض عشان تصير زي الورق، تصير رقات فوق بعضيها اللي ما تعجنش طبعا. هي الاشي نحط عليها هلا بتشوفي كيف بترتق. طبعا بنقلبها مشان ما تتمزعش طبعا. بدنا نقلبها.
طبعا هيات العجينة الكلاج هذه اللي الفطير اللي بالجبنة. من ضمنها طبعا بنعمل جميع انواع المعجنات اللي هي الشفايف الخدود. طبعا بتكون كثير رقيقة. طبعا هلا بتشوفي عشان تطلع مقرمشة وقت الشغل. طبعا زي ورق السيجارة بتكون. مرحلة الرق هون بتاخذ وقت كثير؟ يعني لازم يرقها كثير، قد ايه بتاخذ وقت؟ 10 دقائق مثلا هو يرق فيها ويعملها؟ زي قد ما شفت قديش الوقت؟ 10 دقائق بالضبط. هلا هيك طبعا جهزت طبعا. هي جاهزة للشغل طبعا تنعمل فطير، هيات العجينة الفطيرة طبعا، هون 10 اوراق من تحت طبعا، أيوة. بيجي رقيقة الورقة مثل ما أنت شايفة. ورق رقيق، هلا بتنحط الجبنة. بعديها بنحط كمان 10 اوراق فوقيها طبعا، بعدين بنقطعها طبعا. وهذا النوع الاخير اللي راح تفرجونا اياه اليوم احنا والساده المشاهدين بالحلويات اللي بتنتجوها عندكم هون بالمحل. طبعا النوع الاخير طبعا في شغلات كثير بس بناكل اليوم اكل نوع بالضبط لانه كلها بتاخذ وقت وكلها بدها تحضير كل يوم له شغل شكل بكل. صحيح هيات هيك جاهزة للتقطيع. الآن بيتم تقطيعها طبعاً بعد ما غطيناها هذا طبقات تانية من العجين الرقيقة. طبعاً بيتم تقطيعها بعدين بنحط عليها الزيت. أيوة. اللي هو السمنة طبعاً النباتية. بعدين بتدخل على الشغل. طبعاً خلينا ننوه هون معلومة بآخر هذا اللقاء إنه إحنا بنسميها الحلويات الشامية لكن كلها هون مصنوعة بطريقة فلسطينية ولمسات فلسطينية ومواد وكل شيء مستخدم فلسطيني وطعم فلسطيني. طبعاً اللي بنسميها الحلويات الشامية هي معروفة بس اللي هي البرملة اللي بالفستق الحلبي والباقي كلها فلسطينية. نعم لكن هي يطلق عليها مصطلح الحلويات الشامية. طبعاً الكنافة النابلسية معروفة اللي هي نابلسية. بالتأكيد. أعزائي المشاهدين لهون بكون مشوارنا معكم انتهى لهذا اليوم برنامج مذاق فلسطيني وكنا معكم من مدينة نابلس وسلطنا الضوء فيه على الحلويات الفلسطينية وتحديداً الكنافة النابلسية. بنشوفكم بحلقة جديدة.